مرحبا، فيديو اليوم سريع وخطير. رح نعمل وصفة كتير شهية ولذيذة والكل بيحبها، البينك باستا. تابعوا معي الفيديو للأخير، خلينا نشوف كيف بدنا نحضرها. منسخن قلايتنا على النار ومنحط فيها شوية زيت نباتي وشوية زبدة، بعدين منضيف البصل ومنقلب فيه لحتى يدبل، بعدها منضيف سنتوم ومنضيف المشروم الفريش، منقلبهن لحتى يستوي المشروم، منضيف عصير البندورة والبهارات، فلفل، ملح، أوريغانو، أي بهارات تانية حسب رغبتكن، منضيف كريمة طبخ ومنضيف مكعب واحد من مرقة الدجاج ومنتركها على النار شوي لحتى تتسبك، بعدين بدي ضيف موتزاريلا، رح نضيف الموتزاريلا والبارميزان كمان. وهيك صار عندي قوام الصوص تمام، شوفوا ما أحلى لونه. وبهذا الوقت أنا بكون سلقت الباستا وبضيف الباستا، وانتبهوا إنكم تخلوا الصوص شوي زيادة مشان ما تنشف معكم الباستا، بتطلع أطيب. منقلبهم مع بعض، وبعدين بدي أرجع أضيف كمان شوية موتزاريلا لحتى تطلع أطيب وأطيب، وبتكون بعدين جاهزة لحتى إني أقدمها. هاي بعد ما خلصت، شوفوا قديش بتشهي، كتير طيبة وسريعة كتير. جربوها وصحتين وهنا، ودعموني بقناتي.